2020 ماذا بينا نساوه، ما في ما ينوب ربي، قال الرجل فهمت. ما نصنحت شيء لا من 20 لا من 21. انا باسي لا بليبار دو لاني 2020 وحنا في ديارنا وباتوربي ما نعرفوش اش نعملوا، مره تخدم مره ما تخدمش، مره تخرج مره ما تخرجش، مره الاحوانط محلوله مره مسكره، فهمت. كاسكو تي اتون 2020 اذا كان مش نلخصوه، نلخصوه في انه مجموعه من الاخبار السيئه جدا، وسواء على الصعيد الوطني ولا صعيد الجهة ولا صعيد حتى الدولي، سيئة على الآخر في كل شيء. توفى بو صغاري، حياتي كاملة تقلبت، كل شيء سيئة على الآخر. الله يخرج على خير يا بنيتي، وربي كامل هالجماعة على خير. اللي قد في مخي عذاب أليم غير درجة، كنا نجندوا باش يقولوا له برا هز معاك خمجك والحمد لله يا ربي. بالنسبه لي معناتها كحياه شخصيه سواء معناتها، اما معناتها اللي صاير في الدنيا الكل ترى معناتها الدنيا كيفاش معناتها، وقديش نحكي لك وقديش نسمي لك وقديش نقول لك وقديش مشينا كي نحن صغير، ولا الحمد لله الحمد لله. الحقيقة هو 2020 تعدى صعيب برشا علينا الناس الكل، أكيد من الكوفيد اللي قاعدين لتو نعانيو فيه للأسف، معناها الواحد معناها ستريس أول حاجة خلينا نقوله، الوضعية زادة الاجتماعية، الوضعية المادية، الكل معناها هذا الكل معناها أثر علينا أكيد. كورونا تعبتنا برشا، تعبت البلاد. كورونا هي أثرت في العالم كامل بالطبيعة، بما فيها تونس. الكورونا ما قتلتش، ما هي ما قتلت كل مدار الحياة أكثر من اللي قتلت عباد. كلمات تحسننا في الدار فهمت، قلبت العائلة أكثر لبعضها، معنا في الخدمة بتاعنا معنا ديما نجتمعوا كان في الليل والليل ساعة اثنين ومشي يرقد عراه، قلبت العائلة، قلبنا صغارنا أكثر وفهمناهم أكثر. إن شاء الله 2021 على الأقل الطبقة السياسية اللي شادة البلاد تنشط أكثر وتكون فعالة أكثر فهمت، على الأقل الإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ترك على البلاد رأي العباد تتفرها. إن شاء الله يدخلنا بالخير والبركة، وإن شاء الله اللي عنده حويجة في بيله إن شاء الله ربي يبلغه بيها، وإن شاء الله عام فرح من هكا نراو كاين الفرح ونراو الأيام الطيبة ولو نتأخاو مع بعضنا ونرجعوا لجونا. إن شاء الله ربي، إن شاء الله مبروك على أمة محمد الكل، وإن شاء الله ربي يصلح البلاد على خير، وإن شاء الله ربي يجريها على صلاح. أول حاجة يتنحى الوباء هذايا معناتها ترجع الدنيا لاباس. إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله أهم شيء أن ينزل علينا هالغمة هالوباء هذا، هكا أهم شيء. السنة كان حاجة سمحة في المستقبل، إن شاء الله تتبدل الأوضاع نتاع البلاد. 2021 تمنياتنا عودة العروض الثقافية وتحسين وضعية المثقف وتحسين وضعية المبدع. إن شاء الله بالخير والبركة على بلادنا، إن شاء الله بالخير والبركة على الشعب التونسي، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ديوانا فيم وديما متألقين. بوناني.